يجي يلومنا إن اكو لاعب اليوم يطلع من الزورة، احسن لاعبين يطلعون من الزورة يقول والله احنا ما نريد نطلع، ما نريد نبقى بالزورة. سعد عبد الامير ولؤي العاني وعلاء عباس ومهند وغيره وغيره ما يريدون يجون يلعبون وحسين علي. اخاف اسمين احنا نتكلم نقول والله هذا غلط الكلام، بس هو هذا صار ومو هذا صار. عم لاعبين قاموا من يعني من وراء الوضعيه قاموا ما يريدون حتى النادي، يقول لك والله احنا حتى فلوسنا ما ينطونا اياها. وجلال ايضا نفس الشيء، اقدم له كل احترام والتقدير، يطلب النادي مال السنتين ثلاثه وباقي هو الرجال. هجره اللاعبين نجوم النادي نادي الزوراء الى الانديه الاخرى. شوف الواقعيه تقول انه الان اصبح العصب بالرياضه هو المال. نعم المال، فعمل الاداره هو ان تجلب المال. انت تعرف هذا اللي تكلم به بالبدايه ابو مريم، قال انه موضوع الهجرون الاحتراف يخلي اللاعب يقول لك انا اعيش فتره زمنيه كلاعب 10 15 سنه، ايش قد اقدر احصل مال حتى امن مستقبلي ما بعد الاعتزال، فتحسه حق مشروع. لكن لانه نظام الاحتراف بالعراق يعني نظام بائس ما مرتب، لانه شوف الشرطه 15 الى 16 سنه ما اخذ دوري، شو وقت صار عنده دوري؟ لما اجى صارت عنده ميزانيه انفجاريه. هذه الميزانيه